شارك مستشفى الملك فهد الجامعي في محافظة الخبر في إنهاء معاناة 50 مريض مصاب بالمياه البيضاء ضمن المبادرات الخيرية لجراحة المياه البيضاء، وذلك بمستشفى القطيف المركزي، حيث أجريت جميع العمليات بواسطة التفتيت بالموجات الصوتية بدون أي تخدير سوى قطرات موضعية في العين، والتي تكللت بعد فضل الله بالنجاح. وحول هذا الموضوع ينضم معي من استديو الدمام استشاري جراحة العيون في مستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور جرمان القحطاني. دكتور مرحبا فيك. بداية، كيف تمت معالجة المياه البيضاء في عيون 50 مريض دون جراحة أو تخدير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخوي فيصل، مساء الخير لجميع المشاهدين في قناة الإخبارية. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، أجرينا 50 حالة بالتنسيق مع التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية في مستشفى القطيف المركزي. طبعا كان المستشفى ما كان تجرى فيه هذه العمليات، لكن رتبنا الأمور وسوينا العمليات تحت التخدير الموضعي وبجراحة أو فتحة ما تتجاوز 2 مليمتر، وهذه تسهل عملية التخدير، بحيث أن التخدير بدلا من أن يكون عام أو حتى تخدير تحت الجلد يصبح تخدير موضعي بالقطرات. والحمد لله تيسرت العمليات، 50 حالة عملت كلها بالتخدير الموضعي، ما عدا حالة واحدة كان المريض يعاني من مرض نفسي واستشاري التخدير طلب أن يكون تخدير عام. نعم دكتور، الطريقة هذه اللي هو دون جراحة تخدير موضعي فقط، الطريقة الأخرى دكتور تكلمنا عنها بشكل سريع. يعني أنا تدربت في جامعة الملك فيصل في الدمام قبل حوالي 25 سنة. كنا نعتمد الطريقة القديمة التي كانت تترك المويه البيضاء ويقال للمريض انتظر انتظر حتى تصبح المياه البيضاء متحجرة، وكنا نفتح فتحة بالعين كبيرة 10 مليمتر ونخرج العدسة كما هي قطعة واحدة، ونضع غرز في العين 5 أو 6 أو 7 غرز، وكان المريض ينوم في المستشفى ويجلس يوم يومين. لكن هذا الكلام قديم، مع التكنولوجيا وتقدم الطب انتقلنا إلى التخدير بالجلد ثم في الأخير إلى التخدير الموضعي بالقطرات. دكتور تعاونتم مع مستشفى القطيف، يعني هل سنرى تعاون مع نتكلم عن مناطق أخرى، مستشفيات أخرى في مناطق أخرى؟ لا شك أن هذه مبادرة أنا بدأتها من عدة سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. عملت مبادرات في المنطقة الشمالية، في المنطقة الجنوبية، وبدعم من الشؤون الصحية في هذه المناطق، وبدعم من رجال أعمال أفاضل، وسترى النور بإذن الله وستمتد للمناطق المحتاجة بإذن الله. نعم دكتور جمان، أيضا ما هي الصعوبات التي تعترض العمل الخيري لجراحات المياه البيضاء في المملكة؟ سؤال مهم يا دكتور. سؤال جدا مهم. هي 3 صعوبات: الصعوبة الأولى الدكتور، الصعوبة الثانية رجل الأعمال، الصعوبة الثالثة المكان. ودعني أبدأ بالمكان. المكان هو أن يأتيني مثلا مرضى في مركزي في الدمام أو في الرياض لعمل خيري، هذا يعتبر سهل جدا، لكن عندما تذهب إلى منطقة لا يوجد فيها بعض الأحيان المقومات، فينبغي أن تذهب وتقيم المكان وترى الاحتياج وتعد عدتك وتجهز لرحلتك التي سوف تعمل فيها عمليات التفتيت للمياه البيضاء. بالنسبة للصعوبة التي على مستوى رجل الأعمال، اعتاد بعض رجال الأعمال أن يقوم بعمل خيري في الهند مثلا أو في أفريقيا، وقد تكلف هذه العملية تقريبا، يعني العدسة نزرعها في الهند أو في أفريقيا $5، بينما هنا لابد حنا ملزمين أن نتبع هيئة المواصفات والقياس السعودية، يعني العدسة بـ $100 أو أكثر، وقس عليها الأشياء الأخرى.
فالعمل الخيري الذي يعترض رجل الأعمال أنه فرق، العمل الخيري بالسعودية يختلف. الصعوبة اللي تواجه الجراح هي أكثر من صعوبة، يعني أنا أذهب أعمل عمليات في الهند أو في أفريقيا ثم أرجع بعد 3 أيام 4، يعني ما في، قد لا يكون في مسؤولية أو تبعات. كذلك قد أترك عيادتي الخاصة وقد يكون في تضارب من المصالح، هل إذا تركت عيادتي الخاصة لن يأتيني مرضى؟ لكن أنا كنت أقول دائما مقولة، وهي لي هذه شخصيا، الأقربون منا يحتاجوننا، وأنا حورت هذه أساس المقولة ليست حديثة، الأقربون أولى بالمعروف، حورتها حتى لا يتحسس بعض الذين يشتغلون برا المملكة. لا شك أنهم على ثغرة كبيرة وعمل خير. واضح دكتور، واضح. لكن أنا أبغى أيضا أسأل سؤال مهم، كيف تجد التطور في جراحة العيون في المملكة؟ كيف تحكم عليها بشكل سريع دكتور؟ لا شك أن تقدم هائل، الحمد لله، يعني الدولة وفرت لنا الابتعاث وسافرنا إلى أمريكا وسافرنا إلى عدة دول وحضور المؤتمرات. طب العيون في السعودية ينافس طب العيون في أي مكان متقدم في العالم. جميل. هل في حجم ونسبة الإصابات للمياه البيضاء في المملكة ولا ما في إحصائيات دكتور؟ حنا نتبع العالم، يعني آخر إحصائية منظمة الصحة العالمية تقول في هذه في 2010 أن في 51% نسبة المصابين بالعمى في العالم، 20 مليون سببها المياه البيضاء، وتوقعوا في 2010 أنها تزداد النسبة لسبب أن تحسن أحوال المعيشة والمريض يتقدم بالعمر فتزداد نسبة المياه البيضاء. ونتوقع هذه الأيام أن مع جائحة كورونا وتوقف العمليات الغير طارئة أن النسب تزداد. جميل. آخر سؤال دكتور، إذا كان عند الشخص مياه بيضاء ولم يعمل العملية، يعني لأي سبب إن كان، لأنه ليس بحاجتها واللي يخاف من العمليات وغيرها، ما الخطورة إذا لم تعمل عملية دكتور؟ المويه البيضاء تتحول من بيضاء الى بنيه الى ميض سوداء، وقد تسبب التهابات وتسبب في اخر المطاف مياه زرقاء، ويفقد المريض الابصار تماما. جميل. حم الله عيون الجميع. دكتور جرمان قحطاني، استشاري جراحه العيون في مستشفى الملك فهد الجامعي، بالتوفيق لكم يا دكتور وشكرا جزيلا لك. بارك الله فيك.